اليوم جبت لكم بزاف ديال الاخبار حول عالم الكريبتو. غادي نبداو بالسولانا والمشاكل اللي فيها، غادي ندوزو الكوريا الجنوبيه، من ثم العمان، واخيرا الامارات. غادي ندير واحد البوز، غادي نهضروا على حاله الكريبتو، حاله البيتكوين فين غادي، واش السوق غيبقى نازل اولا غادي يطلع. من ثم غادي نديروا واحد البوز، فقره رياضيه اللي عندها علاقه بالاستثمار في عالم الرياضه والكريبتو. غادي نهضروا على المنتخب الارجنتيني لكره القدم والكريبتو. كذلك غادي نقدم لكم اول مره واحد العمله اللي عندها علاقه بالرياضه، اللي ربما الواحد خصو يفكر انه يستثمر فيها، لان عندنا هذا العام كاس العالم في قطر، فربما غادي تكون هذه الفرصه الى هبط السوق الواحد يتقدم لهذه العمله اللي تقدر تطلع من هنا لكاس العالم. وفي الاخر غادي نوريكم واحد الطريقه اللي يلاه اعلنت عليها الباينانس، كيفاش تربح بعض العمولات يعني فابور من الباينانس ديريكت بالنسبه للناس اللي هما في المغرب والكوين بيس ما خدمش عندهم. وشي خواتاتي، السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو بالدارجه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. في ديما كنبغي نشكر جميع الاخوات والاخوان اللي كيتابعوا القناه وكيتفرجوا في الفيديوهات اللي كنحط كل نهار. شكرا بزاف فريمون بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، فهادشي كيفرحني وكيخلي تشجعني يعني كل نهار نوض ونحاول ندير لكم فيديو في المستوى اللي غادي يعجبكم. كذلك تنبغي نشكر ونرحب بجميع الاخوات والاخوان اللي يلاه انضموا لهاد القناه في هاد الايام الاخرى. تنقول لكم مرحبا بكم، شكرا بزاف انكم تابعتوا هاد القناه، وربي لا يحشمنا معكم. كذلك بالنسبه لجميع الاخوات والاخوان، الى عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انكم تفاعلوا معاه، ديروا لي لايك، ديروا لنا بارطاج، قولوا لنا الراي ديالكم، كتبوا لنا الراي ديالكم في التعليق، وهذا كيساعدنا باش يوتيوب كذلك تنشر الفيديوهات للناس اللي باقيين ما تنعرفوهمش وهما باقيين ما تيعرفوناش. فعلى بركه الله، قبل لا نبداو فقره الاخبار بغيت نهضر على واحد المساله ديال التصويت. فكيف قلت لكم البارح كان هو اخر اجل بالنسبه للتصويت، غادي نوريكم الـ يعني الـ النتائج ديال التصويت. فتقريبا 73% من 198 واحد اللي صوت، فهم اختاروا هاد لوبسيون ديال 100 دولار اللي غياخذها واحد الشخص. بزاف ديال الناس قالوا لي اودي كيفاش غادي شكون اشنا هو، كيفاش غادي هاد الشخص غادي ياخذ 100 دولار، كيفاش غتختاروا وزيد وزيد. فانا فكرت بانني غادي ناخذ تقريبا، كاين واحد الفيديو اللي درته وفريمون درته من القلب وبصراحه وعز عليا، هو هذا الفيديو هذا اللي درته ديال بكل صراحه ومن القلب. جميع الناس اللي تفرجوا في هذا الفيديو او اللي داروا تعليق تما، فهما اللي غادي يكونوا غادي ندير واحد الطومبولا، وواحد فيهم غادي تختار. بالنسبه للناس اللي هذا الفيديو باقي ما تفرجوش فيه، فكان عرض عليكم نقول لكم تفرجوا في هذا الفيديو لانه فريمون درتو من القلب. قول لي الراي ديالك سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف، ماشي ضروري انك تقول لي شي حاجه زوينه باش تختار في هذه الطومبولا هذه. كلشي غيكون عنده الحظ، واحد فيهم غادي يختاروا يعني الكمبيوتر، وان شاء الله غادي نتواصل معاه عن طريق الانستغرام وديك الساعه باش ياخذ هاد 100 دولار، سواء بغى ياخذها كدولار بغى ياخذها كعملات، هو يختار اللي بغى نصيفطها ليه سواء في الباينانس او لا في الميتا ماسك ديالو. المهم هو ديك الساعه عنده جميع الحريه. فانا كنت جات على كندا، كون كانت جات عليا كره جميع الناس اللي كتبوا تعليق نعطيهم 100 دولار، ولكن حنا يلاه قلنا بسم الله، وهذه غير البدايه ان شاء الله. تراقبوا، كاينين بزاف ديال المفاجات اللي غادي نفاجئ جميع الاخوات والاخوان اللي كيدعموا هاد القناه وكيساندوها، شكرا مسبقا من القلب. بالنسبه للمساله ديال التعليق، كي قلت لكم 73% فهما صوتوا على هذه المساله هذه. كاينه المساله الثانيه ديال اللايف، فبالنسبه للاخوات والاخوه اللي تيقول لي ودي فين تتكون داير هذا الشيء، فالا مشيتي مثلا القناه ديالي باش نشرحها لكم، فكتمشي هنايا لهاد الخانه ديال الكوميونيتي، كتكليكي عليها وكتلقى بزاف ديال الحوايج اللي بوستيتهم، اللي كنبوستيهم مره مره وكنشاركها معكم، ماشي ضروري يعني كل ساعه ندير فيديو. فبالنسبه للتصويت ديال اللايف، فكيف تتشوفوا، فحاليا 88% من 66 واحد اللي دار التصويت فهو قال لك ودي بغى اللايف، بغى يشوفني في اللايف، وعلاش لا. المهم 66 واحد الا كانوا كاملين حاضرين، ماشي كلهم هو في الحقيقه، يعني غير 88% يعني تقريبا شي 57 واحد اللي بغى يشوفني لايف. فبالنسبه للاخوات والاخوات اللي كتشوفوا هذا الفيديو دابا، الا كنتو بغيتو ديروا اللايف، بغيتو تشوفوني في اللايف، فكتبوا سيروا صوتوا، راه كلشي فابور. بالنسبه لواحد المساله اللي بوستيتها اليوم، فكم اليوم فعلنات يوتيوب صيفطوا لي واحد الايميل قال لك بان هذيك الخاصيه ديال العضويه ديال القناه فهي تاكتي
الاكتيفات بالنسبه للناس اللي بغاو يدعموا القناه وبغاو ينتسبوا ليها، فمرحبا بكم، غتلقاو هنا جميع المسالات. وبالنسبه للمساله ديال اللايف، فانا اخر بوست اللي درتو اسئله اللايف المقبل اطرحها كتعليق هنا، فهادشي في حاله ما الا خرج النتائج بيس. فإلا كان عندك شي سؤال اللي بغيتيني نجاوبوا عليه في اللايف فكتبوا لي الله يجازيك بخير في هاد البلاصه هاني ككومونتير، ما غاديش نجاوب عليه توت سويت، ولكن في اللايف انا غادي نسدك عندكم يعني الوقت من هنا لغدا، لان ان شاء الله الا خرج داز كلشي زوين فان شاء الله غدا يوم الجمعه مع تقريبا 11 الليل ديال توقيت المانيا، هي العشرة غادي تكون توقيت المغرب، فديك الساعه غادي يكون لايف وديك الساعه نجاوب على جميع الاسئله، وكذلك غادي تكون هذيك القرعه اللي غادي نسحبوا فيها واحد اللي غادي يربح 100 دولار. فكان هذا هو كل شيء بالنسبة للقناة ديالي. على بركة الله نبدأ الأخبار ديال اليوم. غادي نمشي أول حاجة بسولانا. فالسولانا اللي عندهم مشاكل ومشاكل بزاف وبزاف وبزاف، فالبارح فكانت الشبكة ديال السولانا عاوتاني تحبسات للمرة إكس، غادي نقول لكم شحال من مرة درت. فالمشكلة ديال السولانا أنهم هم في حقيقة هم بالنسبة لي ترانزاكسيون لي فخي ديال لي ترانزاكسيون مرخص، السولانا كبرات بزاف، يعني بزاف ديال الناس بداو تيسمعوا السولانا كيشوفوا السولانا، الثمن ديال السولانا كذلك انفجر، وصلنا كاع للمستويات ديال تقريبا 300 دولار إلا ما خفت نكتب. فالسولانا دارت واحد يعني واحد البوم كي تنقولوا، ولكن كي يقولوا عند رخصو تخلي نصو، فاللي زرب فراه تعطل، لان ماشي بحال مثلا بار اكزومبل كاردانو. فالكاردانو هما كانوا بزاف ديال الناس كيكريتيكيوهم، فانا ماشي ما بغيتش عاوتاني نجبد لكم موضوع ديال كاردانو، ولكن بغيت ندير لكم غير واحد المقارنه. فالكاردانو بزاف ديال الناس كيكريتيكوهم تيقول لهم نتوما تقال ما كديفلوبيوش، شحال من مره كنتو قلتو بغيتو ديروا هذا الابديت بغيتو ديروا هذه المساله هذه، ولكن ديما كتاجلوها وتعطلتوا بزاف. فهما خدامين على هذه المساله هذه، اي حاجه كيبغيو يخرجوها فخصها تكون فريمون خدامه مزيان وما يطراوش فيها مشاكل وتيستيوها مزيان. سولانا فهي الحقيقه باش تعرفوا الشبكه ديال سولانا هي مازال في البيتا فيرجن، يعني ماشي الفيرجن اوفيسيال. بزاف ديال الناس ما تيعرفوش هذه المساله هذه، فهما مازال كيتيستيو وما زربوا بغاو زعما باش يتشاروا، فما عليناش. الا جينا نشوفوا كاين هنا واحد السيت اللي كاين هو في سولانا كيبين لكم شحال ديال الايام اللي طرا فيها المشاكل او الشبكه ديال سولانا اللي كانت هي مطفيه. فالبارح هو كان تقريبا 1 جوان، فكان هذا الكارو احمر فكي تشوفوا يعني كان حتى حاجه ما خدامتش. ماي كذلك كان البرومي ماي كذلك طرا فيها مشكل في الاخر ديال افريل، كذلك كان كارو احمر. الى رجعنا عاوتاني للوراء تلقاو بان مثلا في جانفي فيومين متتابعين من 21 حتى 22 جانفي الشبكه كان فيها مشاكل، طرا فيها اختراقات، لي ترانزاكسيون ما خدامينش وزيد وزيد. وقبل في البدايه ديال يعني في اول اسبوع ديال افريل تقريبا من 6 افريل حتى 12 افريل فكي تشوفوا 3 ايام ما كان خدام والو. هذا النهار يعني 9 افريل كان خدام غير شي شويه في الشبكه يعني بارشيال اوتج، وكذلك في 12 جانفي اما 10 و11 فحتى حاجه ما كانت خدام. فكي تشوفوا بالنسبه لهذا البروجي هذا اللي حنا تنعرفوا بان البروجي ديال سولانا مزيان وما غاديش نعيبوا لكم وبزاف ديال الحوايج، ولكن ان واحد البروجي اللي قد سولانا انه يطراو فيه هاد الاعطاب بهاد الدرجه هادي اللي كيكون بطبيعه الحال عنده واحد التاثير سلبي على الشبكه، فهادشي ماشي زوين ما خصوش يكون. حنا ما تنهضروش على النيفو ديال السيطامه ولا شي حاجه اخرى، فيعني ما نقدروش نقارنوا السيطامه مع سولانا، ولكن تنهضروا على سولانا الا نقدروا نقارنوها بالايثيريوم او بالادا او بشي عمله اخرى. فسولانا لحد الان ولا بالبولكادوت ولا شي حوايج اخرين، فسولانا حاليا فهما راه تي ما فهمتش باقين ما لقاوش الحل لهاد المشاكل اللي عندهم ديال لي ترانزاكسيون وديال الاختراقات. فالبارح كان اعلنات الباينانس فكانوا حبسوا حتى هما، قالت لي كانوا قالوا ذا سولانا يعني نيتورك هاز بين اكسبيرينسين سلونس اند كونجيشن ريسنتلي كوزين ا هاي فوليوم اوف بيندينج سولانا نيتورك ويدرولز
اون باينانس تو فيل. فكانوا بزاف ديال الناس اللي كانوا بغاو يسحبوا السولانا ديالهم من الباينانس, ف غيان نوفا بلو يعني, حيت الشبكه ديال السولانا كانت ما خدامهش, مشاكل. قال لك افتر سام ورك اون اور اند وي هاف ريزيوم ديبوزيتس اند ويدروز فور ذا سولانا نتورك. فهما بعد ما الباينانس يعني من جهه ديالهم داروا بعض المسائل, وفي الاخر لقاو دابا الحل, دابا ولاو تقدر ديبوزيت يعني تحول السولانا للباينانس او تخرج السولانا من الباينانس يعني حسب ما تيقول بان هادشي دابا ولا مزيان. فهادشي تيطرا تيكون عنده واحد التاثير سلبي على الـ على الـ على الثمن. فالسولانا الا بقات بحال هاد بهاد النيفو هذا, ف يعني نقدروا نوصلوا للنيفو ديال 10 دولار 5 دولار بالضحك, لان يعني بنادم ما يبقاش غيدير فيهم ثقه. هذا هو المشكل. غادي ندوزوا بالنسبه للسولانا. كان هذاك مول ادا شارلز هوسكنسون, فهو كان البارح ملي سمع هاد الخبر هادي فبغى يشد فيهم شي شويه, ونهار قال لهم ذيس مايت هيلب, وصيفط لهم واحد اللينك ديال اليوتيوب, قال لهم زعما هاد الفيديو هذا يقدر يعاونكم. فإلا كليكيتي على الفيديو كتلقى واحد هنايا توتوريال هاو تو توتوريال ميك اولد ان ايس جيمز ورك اجين. فهم عطاوهم واحد الفيديو كيفاش هادوك الكاسيطات ديال الالعاب ديال نينتندو القدام كيفاش تعاود تصلحهم. أبغى يشد فيهم شي شوية, ما عليناش. حنا نتمنوا بأن الصولانا يجمعوا رأسهم شي شوية ويقادوا البروجي باش الناس اللي مستثمرين فيهم يكونوا مرتاحين, وكذلك باش يعطيوا الناس اللي باقي ما مستثمرينش في هاد العملة هادي الفرصة أنهم يستثمروا فيها. ما عليناش, امشيوا نشوفوا جولدمان ساكس. علاش جبت لكم هاد جولدمان ساكس؟ لأن هاد المنصة ديال اف تي اكس هي المنصة اللي كتساند الصولانا, هي هما اللي تيبوشيوها. فجولدمان ساكس ويل ازوفيل دوش كوبيراسيون من اف تي اكس ان دي كريبتو ديريفات هاندل اينشتاين. فهادي بلان مانيغ نشرح لكم. فجولدمان ساكس هادي من اكبر البنوك اللي كاينه في امريكان ديال الانفستمنت, فهم داروا واحد الكوبيراسيون مع هاد المنصه ديال اف تي اكس باش يدخلوا الكريبتو فيوتشرز. بغاو يديروا واحد البلاتفورم يساعدوا الاف تي اكس باش يوليو داكشي يولي مين ستريم بالنسبه لهذوك الناس ديال ديريفات, يعني الناس ديال الفيوتشرز. فكيف تتشوفوا, فقبل في الفيديوهات اللي قبل فكانت هاد البنك هادي كتقول بان البيتكوين حتى هو ما عندوش واحد التكنولوجيا, الكريبتو كارنسي ما عندها غير تفليه كلشي. هما ولاو دابا كيديروا شراكات مع المنصة وبغاو بشويه بشويه كيدخلوا. فكي قلت لكم راه واخا يقولوا لكم هادشي ما منوش هادشي ما فيش, فهم بشويه بشويه كيوجدوا. وانت بنادم يعني بنادم العادي اللي ما تيسمعش الاخبار اللي ما تيفهمش هادشي, فهو تيقول لك لا راه هادشي ما منوش, ولكن هما حتى واحد النهار غتفيق تلقى كلشي, تلقى حتى البوسطه كتقول لك بغيتي تخلص التامبر ديال البراب بالان اف تي. ها هو راه كلشي ممكن. ما عليناش, ندوزو الخبر الاخر. فاول خبر بغيت نقول لكم, فالبيت الابيض فهما كاتبين وايت هاوس بريبيرز بوليسي تو فايت بيتكوين ماينين انفايرمنت امباكت. سبحان الله العظيم, ملي تيكون السوق البيتكوين بدا ينزل فتيخرجوا ديما بحال هاد الاخبار النيجاتيف, ما فهمتش انا علاش, باش كيزيدوا زعما يبرروا هاد الهبوط. فقال لك البيت الابيض هما تيبريباري واحد القانون, مشروع قانون باش يحاربوا هادوك الناس اللي كيديروا البيتكوين ماينينغ اللي كيديروا الطاقه, يعني كيستهلكوا الطاقه وكيديروا تلوث البيئه وكي فهمتي بحال هذاك السيستم. يعني الله فاقو هما دايرين يرمون الناس ديك الجمعيه ديال المايننغ. فخرجت واحد الريبورت قالت لهم بان حاليا تقريبا البيتكوين هو من انقى يعني المجالات بالنسبه للي كيستهلكوا الطاقه. فهما كيستهلكوا تقريبا اكثر من 63% من الطاقه المتجدده, غير هما باقيين ما بغاوش يقولوها باش حيت خصهم واحد الخبر جديد بوزيتيف باش النهار يبغيو يطلعوا عاوتاني السوق غادي تسمع غير الاخبار الزينه. ما عليناش, غنمشيو لجنوب كوريا. فهاد الخبر مني سمعته فانا ما قلت واو يعني راه ما خدامين. فجنوب كوريا يعني الحكومه ديال جنوب كوريا فهما دارت واحد البروجي, واحد تقريبا واحد البودجي يعني واحد الانفستمنت بروغرام اللي سموه ديجيتال نيو ديل. هما انفستيو حاليا تقريبا شي 223.7 بليون يعني مليار ديال الون, اللي هي تقريبا 177.1 مليون ديال الدولار في هاد الاندستري ديال الميتافيرس. هادي اول حكومه في العالم اللي كتانفستي هاد القدر ديال الفلوس في واحد التكنولوجيا ديال البلوك تشين. فهادشي كيبشر بالخير. غادي نمشيو لعمان.
هاد الخبر تاهو ملي سمعتو فقلت واو هادشي زوين. فعمان اومن جوفرمنت بايز ايكويتي ستيك ان يو اس بيتكوين ماينر كروسو. فالحكومه يعني واحد الحكومه ديال عمان فهم يعني عن طريق وزاره ديالهم تما فهم شراو الاسهم ديال واحد الشركه امريكيه اللي كدير هادشي ديال الماينينغ. سبحان الله العظيم في امريكا هما بغاو يحاربوا الماينينغ عمان مشاو انفستو فلوس في شركه ديال التنقيب يعني ديال الماينينغ هي أمريكانية. ولكن هذه المسألة هذه باش تعرفوها فهم تقريبا انفستاو شي 350 مليون ديال الدولار اللي شراو هاد الاسهم. والغرض من اشنو هو؟ فبغاو هاد الشركة هذه انها حيت عمان فيها الغاز فهما داك الغاز باش تعرفوا الغاز اللي كيكون يعني ملي كينقبوا الغاز كيكون واحد الشياطه يعني ما تيستهلكوش كلشي ولا ما كيصدروش كلشي فكتبقى واحد الكميه اللي غير كيحرقوها. فهما بغاو يستغلوا هاد الكميه ديال الغاز اللي هي غير كتضيع ولا كتحرق باش يستعملوها كانيرجي اللي تستعمل في المايننغ ديال البيتكوين. يعني غيولي يعني انوفي يعني اوفيسيالمون غيولي الحكومه العمانيه غتولي هي كتمايني البيتكوين يعني بكل صراحة. فهادشي كيبشر بالخير. فنشوفوا هادشي زوين بعد بأن الدولة إسلامية عربية أنها عندها واحد البعد ديال النظر وبدات كتفكر أنها تانفيستي في هذا المجال. كنتمناو أن بالنسبة للحكومة المغربية أو للبلاد ديالنا المغرب أو للناس الآخرين فأن الحكومة أنهم يفيقوا شوية ويحاولوا يتحركوا في هذا المجال لأن كيف تشوفوا كل شيء الناس اللي عاقوا فاقوا الحكومات بهم كيانفيستيو بشوية بشوية بالسكوت ومني غادي تولي البيتكوين والبلوك تشين كلشي مينستريم فغادي يوليو هما سابقين علينا. حنا عندنا الشمس عندنا الصحراء تما كاينه ديك الطاقه الشمسيه فعطى الله الخير يحاولوا يديروا بحال هكا شي بروجي ويجلبوا خصوصا عندنا المغرب كيف تعرفوا عندنا واحد يعني شوف واحد المنطقه استراتيجيه قريبه لاوروب قريبه الامريكان يعني غادي نوليو نكونوا نقدروا نكونوا حنا هي العاصمه ديال هادشي ديال التكنولوجيا. ولكن الله يهدي ما خلق. غادي نمشيو للبايننس فهم اعلنوا اوفيسيالمون أنهم داروا we are excited to announce that Binance has partnered with Majid Al-Futaim. Majid Al-Futaim قال لك this partnership means that 29 malls including Mall of the Emirates 13 hotels and more will soon integrate crypto payments in the UAE. فهما قال لك داروا واحد الشراكه مع هذه الشركه ديال ماجد الفطيم اللي هي عندها تقريبا شي 29 مول 13 اوتيل وهاد المولات وهاد الاوتيل غيوليو يقبلوا الكريبتو كرنسي كوسيله ديال الخلاص يعني بيمنت. هادشي مزيان. فكيف تشوفوا الامارات هما راه سابقيننا فالامارات راه تولي هي العاصمه ديال الكريبتو بالنسبه للشرق الاوسط. الباينانس كذلك راه باقي ما علموش عليها ولكن ما عرفتوش علموا ولا ما بقاوش فهم باغيين يديروا تما غتولي المقر ديالهم الرئيسي اللي غادي يكون في الامارات. فكيف تشوفوا حيت تما ما تيخلصوش اصلا هما الضريبه وزيد وزيد فدايرين لهم تسهيلات. اخر كانت لافوار اللي كان داك الاكسبو اللي كان ديال الكريبتو كرنسي كان في دبي فالناس ديال الامارات فهم خدامين منهم كيجيبوا السياحه الناس ديال السواح لهم منهم كيعطي واحد النظره بوزيتيف على البلاد ديالهم. نمشيو للموضوع الاخر اللي هو الباينانس اعلنت اوفيسيالمون بانهم لونشز ا نيو راوند اوف ليرن اند ايرن. علاش سبحان الله العظيم البارح والبارح كان بزاف ديال الاخوات والاخوان كيكتبوا لي تيقول لكم ودي على داك اللي قلت لكم على الكوين بيس فهي ما خداماش في المغرب داكشي علاش ما يقدروش يتسجلوا ما يقدروش ياخذوا ديك 10 دولار اللي قلت لكم ديال البيتكوين او اللي يديروا هذوك الدروس. فاليوم كيف تشوفوا فخرج اليوم هذا الخبر اليوم مع 9:25 ديال الصباح فالباينانس داروا رولونساو هذا البروغرام ديال ليرن اند ايرن. يعني ما غاديش تربح اموال طايله ولا بزاف ديال المسائل ولكن كاينه واحد لوبسيون انك يعني دير واحد الكويز ولا تفرج غير في واحد الفيديو كنهضر بالنسبه للناس اللي جداد اللي مقيدين في الباينانس غيكون عندهم هذه الفرصه هذه انهم الفاينانس كتبغي تشجع الناس زعما باش يتعلموا شويه على الكريبتو وعلى المشاريع الاخرى. وغادي نوريكم فين دايرين. فهنا كاين هذا الخانه ديال الباينانس اكاديمي فكيف تشوفوا ويلكم. هنا كاين واحد الفيديو كتكليكي على ستارت كورس هنا مثلا الفيديو الاول غتربح فيها 50 سنتيم ديال الدولار يعني 0.5 بي يو اس تي ماشي شي حاجه ولكن فابور. الفيديو الثاني فهما دايرين مثلا 40,000 ديال الشيبه اللي غادي تقدر تربحها اذا درتي هذا الكورس الثاني. كاين مثلا هذا الرون هذه العمله ديال الرون كذلك تقدر تربحها هذه العمله الاخرى فكاين جاسمي حتى هي تقدر تربح
ربح 150 جاس 100 الى درتي هذا الكورس. فكاينين بعض الكورسات مثلا اللي كاتبين هنايا مثلا اول ريوردز ريديمد، يعني حيت كل كورس دايرين فيه واحد واحد العدد ديال العملات ديال واحد البودجي نقولوا، فملي كيكونوا الناس كيشاركوا بزاف فملي كيتقاد داك البودجي كيديروا لك هاد المساله هادي، يعني اول ريوردز ريديمد ستي تون، يعني راه تقاد دابا البودجي الاول تسنى راه غادي يعاودوا. بالنسبه للناس الجداد فمره مره كاع انت دير كاع اللي لقيتيه هنايا بالخطر، فادخل ودير الكورس ومنها تستافد شويه من على العملات، تقرا شويه على العملات وميم طو منها تربح شويه ما تعرف. المهم قال لك جات فابور علاش لا. فموضوع اللي غادي ندوزو عليه وهو باينانس دارت واحد تويت هنايا جوج ديال اليدين كيتسالموا ارجنتينا اف تي اي اف اي، يعني هذا يعني المنتخب الارجنتيني ديال الفوتبول. وهنايا في هذه الجريده فقالوا باينانس بيكومز مين جلوبال سبونسر اوف ارجنتينا ناشونال تيمز. فالباينانس دارت واحد العقد مع المنتخب الارجنتيني اللي غيوليو هما سبونسور ديالو الرئيسي. داروا واحد العقد تقريبا ديال ما خدم ديال خمسة ديال السنين، خمس سنين، وباش يوليو يعني ربما المنتخب الارجنتيني يبدا في التريكو ديالو تكون مكتوبه الباينانس وشي حوايج بحال هكاك. فهادشي مزيان، ما باينانس راه كيخسروا الفلوس، راه مولاد الحرام وما راه السوق، ولكن كيصرفوا كيحكي كاينش يعني دايرين ماركتينغ مزيان وما نكذبوش عليهم. فسواء الناس اللي كيبغيو الباينانس ولا ما تيبغيوش الباينانس، فانا كنهضر معكم بواحد الطريقه يعني عقلانيه ونوتر. فكنشوف واحد تيدير المجهود ديالو كي ها هما هنا في الكره، ها هما مع اللونة، ها هما هنايا، ها هما مشاو لفرنسا، ها هما تيمشيو. راه عاوتاني قريت قبيله بانهم راه كاينين واحد الكونسير غادي يديروه في الاسباني، راه هما اللي دايرين السبونسور ديالو. قريت عاوتاني قبيله قال لك بان واحد المغني، واحد الفرقه مغنيه داروا معاها سبونسورينغ باش يوليو يديروا عام كامل غيديروا واحد لا تورني منها يشهروا ريوسوم منها ويديروا يعلموا يعرفوا الناس بالكريبتو بالباينانس. فهم راه تا يخدموا ولكن راه عندهم الفلوس. اخر بالنسبه لهادشي ديال الموضوع اللي غنهضر فيه اليوم فهو هادشي ديال الكره ديال تيقولوا ليه ديال يا الكره. فكيف قلت لكم عندنا حنايا كاس العالم قطر، وبالنسبه للناس اللي بزاف ديال الاخوات والاخوان ما تيعرفوش هذه القضيه، فكاينين كاين واحد العمله اللي سميتها شيليز. الشيليز هذه كاينه في الباينانس، فهي هي يعني البلوك تشين ديال هذه العملات هذه. فكيف تشوفوا فهذه العملات هذه يعني هاد الشيليز هذه فهما اش كيديروا؟ كيديروا فان توكنز، يعني كيديروا عملات يعني توكنز ديال سواء كانت المجال ديال الكره السله يعني ديال الباسكتبول ديال اليو اف سي ديال الفوتبول ديال بزاف ديال المسائل. فكيف تشوفوا مثلا هنايا فهما دايرين بزاف ديال الفان توكن ديال الفرق ديال الكره، سيفيا كاين برشلونه كذلك السي ميلانو. فهاد العملات كاملين تقدروا ماشي كاملين ولكن الاغلبيه ديالهم تقدروا تشريهم وتبيعوهم في الباينانس. هاد العملات الاصل ديالهم شنو هو المعنى ديالهم؟ دايرهم يعني كفان توكن، يعني كل فرقه مثلا تدير مثلا لي فان ديالها مثلا دير لهم مثلا تريكوات ديال اللعابه، مثلا تيكي لي تيكي ديال مثلا ديال مثلا لونترينمون، يعني شي حاجه سبيسيال شي غوديز حصري. وانت الا كان عندك العمله ديال هاد الفرقه هادي فانت كي اما كينقصوا لك الثمن اولا انت كيعطوك الاسبقيه اولا شي تروك بحال هكا. فهذا هو البرينسيپ ديال هاد الفان توكن. انا ما تنهضرش لك على هذا البرينسيپ، انا كنشوف القضيه من نظره ديال الاستثمار. فلنفرض مثلا بحال دابا مثلا ريال مدريد، جو كرو ريال مدريد ما كايناش، كاين بي اس جي، كاين غالاتا سراي، كاين لازيو، كاين نابولي، كاين بزاف ديال الفرقات. فمثلا مثلا كاين الارجنتين، كاين البرتغال، كاين بزاف ديال الفان توكن. ربما شي نهار يكون توكن ديال المغرب، فرقه ديال الفرقه ديال الوطن المغربي، او ديال الوداد اللي داو تشامبيونز ليغ ديال افريك، علاش لا. فانا كي قلت لكم ما تنهضرش على هادشي من ناحيه ديال الفان، كنهضر لكم بالنسبه ديال المستثمر. فلنفرض مثلا تشامبيونز ليغ اللي داتها مثلا ريال مدريد، ولنفرض مثلا كاين واحد الفان توكن ديال ريال مدريد، فقبل غيكون الفان توكن غيكون نازل في الثمن، ولكن ملي ربحات مثلا ريال مدريد كاس العالم ديك الشامبيونز ليغ فالتوكن غادي يطلع بطبيعه الحال. انت شاري مثلا ب 10 سنت غيولي يطلع 3 دولار ما تبيعوش، ما غاديش تربح. فبهذه العقليه انا بغيتكم تفكروا. كي قلت لكم فتشيليز هي داك هذا البلوك تشين، يعني التوكن الام، كاين في كذلك في الباينانس.
اللي بغاو يمشي يشوف في الباينانس فكتمشي مثلا انا نوريه لكم غير في تيقولوا لي في البي سي كتكليكي على ماركت كتمشي لاول كريبتو وهنا كاينه فان توكن فهنا كتشوفوا جميع التوكن اللي كاين فكاين هاد توكن يعني الام هذاك تشيريز كاين الالبين هذه خاصه بالفورمولا 1 كاين بي اس جي فبي اس جي توكن فالحبه وحده دايره 6.85 بعدين نفرض مثلا بي اس جي ربحات مثلا شي 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 كوب ولا شي لعبه فاوتوماتيكمون غادي يطلع الثمن هو اصلا دابا حاليا طالع ب 4.26% بهاد بحال المساله هادي تفكروا باش تستثمروا شويه ديال الفلوس ديالكم ربما الى داك الواحد المهم يعني كي تنعرفوا كره محبوبه ولا كانت شي فرقه عندها الزهر ودات شي كوب ولا دات شي حاجه فاوتوماتيكمون كلشي كيولي تابعها فاوتوماتيكمون غادي يطلع الثمن وكي قلت لكم بالنسبه لقطر فقبل لا يوصل لكاس العالم ولا هبط السوق هاد الايام الاخرى فربما يقدر هاد الشيليز كذلك يطلع لانه ديجا كان وصل 56 سنتيم وحاليا الى ما خفت نكذب نشوفوا الشارت اعلى ما وصل ليه نديروا الشارت ديال الدقيقه نديروا الشارت ديال الاسبوع اعلى ما وصل ليه يعني هذا نقولوا نساو هذه البدايه فما وصل 65 سنتيم ديال الدولار الا ما خفت نكتب ديال الدولار 65 سنتيم ديال الدولار حاليا هو راه دابا في 12 سنت يعني الا مشى تنزل السوق كذلك مع البيتكوين فيقدر ينزل كاع حتى 7 سنتيم 5 سنتيم تكون واحد الفرصه اللي هي مهمه ومهمه بزاف باش باش الواحد يستثمر في هاد الكوين غادي ندوزو نشوفو الشارت حاليا ديال البيتكوين نسيت انا قلت لكم الحلقه الاخرى الفقر ولكن راه مازال نسيت هاد الكاتيجوري فحاليا كي شفتو البارح فدار البيتكوين ودار واحد الهبوط كبير وطلع دابا حاليا راه هو بوزيتيف تنتداولو في منطقه ديال 30286 فما كدبش عليكم حنا مازال فدرناش فما يخل ما متغروش فبالنسبة للناس اللي داروا البارح مثلا كي حضرش الناس اللي ديال الفيوتشرز فاللي شاف الشمعة خضرة في خضرة ودخل في الفيوتشرز دخل لونك فرات ليكيدا واللي وصل لهذا المستوى هنا يا عاوتاني ولا هنا يا مني بدأت تحمار وبغي يقول لك لا راه غادي ينزل وشورطة البيتكوين فانت راه طلع كشان قلت لكم هذه المرحله الحاليه فهي بعدومنا بزاف لان كاين بزاف ديال المسائل ديال الليكويديشن فالا جينا نشوفوا مثلا حاليا فنتيبين لك جميع لي دوني شحال ديال اللونغز وشحال ديال الشورطات اللي تليكيداو البارح فغال البارح فتليكيدا ديال القدر ديال الفلوس ديال تقريبا شي 590 ولا 591 ولا 592 مليون ديال الدولار اللي تليكيدات الاغلبيه فيهم كانوا دي شورت علاش كتشوفوا الخطر يعني الناس اللي ثاني الاغلبيه فيهم كانوا لونغ اللي كانوا راهنوا بان الثمن ديال البيتكوين غادي يطلع والمنصه اللي طرا فيها اكبر عدد ديال ليكويديشن بالنسبه للونغز فكان هي ديك المنصه ديال بيت فينيكس بالنسبه للشورت فكانوا ماشي بزاف ديال الناس اللي كانوا البارح كيتوقعوا بان البيتكوين غينزل فهما يعني باش ما تفهمونيش غلط فهادو اللي كانوا هنايا يعني في هذا المستوى هنا باش نشرحها لكم باش تفهموا فهاد المستوى هنايا فمني بدا هنا الحموريه كانوا شي واحدين دخلوا شورت فقالوا بان البيتكوين غادي ينزل وهو طلع داكشي علاش كتشوفوا هنايا واحد الكميه صغيره يعني تقريبا 61.22 مليون ديال الدولار اللي تليكيدات فحاليا الى جيت ناكتواليزي هاد الشارت هذا فحاليا حنا تنهضروا على 6.45 دقيقه اللي كنسجل فيها دابا حاليا هاد الفيديو فتقريبا 45.61% ديال الناس اللي هما مراهنين بان البيتكوين ديالو الثمن ديالو غادي يطلع و 54.39% كيراهنوا بان الثمن ديال البيتكوين حاليا غادي يهبط على المستوى اللي حنا فيه كي تشوفوا يعني الطمع طاعون وبنادم غادي يقمر هكا ما عليناش فكان هذه هي اخر اخبار ديال الكريبتو اليوم كنتمنى انها عجباتكم قول لي الراي ديالك الا كان عندك شي استفسار شي سؤال مرحبا بك ما تنساوش انكم تفوتيو طرحوا عليا الله يجزيكم بخير الاسئله اللي غادي اي سؤال بغيتي يعني ask me anything اي حاجه بغيتي سولها لي في هذاك في الكوميونيتي تاب ديال اللايف وصوتوا كذلك في اللايف وش نقول لكم كان هذه هي أخبار ديال اليوم كنضرب لكم موعد في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم تبارك الله عليكم والله المعين.